بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح بسيط، عوده بعد انقطاع مده. والنهارده معانا موضوع بيهم كتير من الناس، وازاي بنتعرف على فتح حساب بنكي سعودي لغير المقيمين سنه 2022. بلا شك ان الحسابات البنكيه اصبحت من الضروريات، وذلك علشان معنى حساب بنكي يبقى معناه فيزا. الفيزا دي او ماستر كارد هستخدمها لعمليات الشراء ودفع فواتير وما الى ذلك. وان كل الحياة اصبحت النهاردة الكتروني، كله بالدفع الالكتروني، يبقى اذا فتح الحسابات شيء مهم جدا يجب انك تتعلمه حتى تواكب او العصر، وما تقعش في مشكلة لما تيجي تدفع شيء او تشتري شيء ويقول لك والله احنا لا نقبل المال ولكن نقبل الفيزا او الماستر كارد. فبالتالي لازم تتعرف على انواع الحسابات البنكية وازاي تفتح حساب وهكذا. قبل ما نبدأ بذكرك بالاشتراك معنا في قناتنا شرح بسيط، القناة البسيطة العادية دي جدا، وتعمل لنا لايك شير لو تكرمت. بيمكن فتح حساب بنكي للزائر في السعودية او فتح حساب بنكي في السعودية للسعوديين، والموضوعين متشابهين ولكن بيختلفهم في بعض الاوراق. كذلك بيمكن فتح حساب بنكي بجواز السفر طبعا سواء كنت مقيم في السعودية او زائر. هذا ما لاحظناه في بعض الدول، او في بعض الدول بيشوفوا الكلام ده في لبنان والامارات وغيرها، بيفتح حساب بنكي بدون اقامة، بدون اقامة في السعودية بيفتح لك حساب بنكي، او فتح حساب بنكي بدون اقامة في الامارات. هذه الافكار امتدت تطورتها من بنك الى بنك ومن عاصمة الى اخرى. طيب ازاي هنا افتح حساب بنكي لغير المقيمين في السعودية؟ الحسابات البنكية طبعا من متطلبات رجال الاعمال والاشخاص اللي بيسعهم لجني المال بطريقة واسعة، وبالتالي لابد من تسهيلها لهم حتى يستطيعهم اداء مهامهم او عملهم. حتى تتمكن من الحصول على حساب بنكي من غير ان تكون موجود على الاراضي العربية السعودية، بيتوجب عليك في البداية تحديد استثماراتك او لنقل الغرض من هذا الحساب. يعني انت عايز تعمل حساب، يبقى اول حاجة عايز تضمن للبنك ده هوت استثماراتك ايه في السعودية علشان يفتح لك حساب بنكي وانت منتاش في السعودية او منتاش مقيم على الاراضي السعودية. ثم يمكنك بعدها انك بتقوم بالنظر في انواع البنوك، بقى تبحث على البنوك وخدماتها وانواع الخدمة اللي بيرديها، وتشوف هذه البنوك بتقدم خدمة، انهي بنك يقدم خدمة بتتوافق معاك او مع عملك او مع تجارتك او مع مشاريعك وهكذا. بعد ذلك بتقوم بالتواصل مع البنك عبر الايميل او عبر التليفون، وكل البنوك فيها طبعا خدمة عملاء وفيها ايميل وفيها اشياء طبعا للتواصل معهم بعد ما تدخل على موقع البنك الالكتروني. كل بنك عامل نموذج، بتملى هذا النموذج، وبعد ما تملاه بتبدأ تحول فلوسك من البنك اللي في بلدك او في البلد اللي انت فيها الى هذا البنك اللي انت اخترته في السعودية، طبعا بعد موافقة مين؟ البنك. هذه البنوك بتقدم او بتطلب عدد من الاوراق. الاوراق دي هي بيبقى تقرير منها، تقرير من صاحب العمل الذي قام بتوظيفك في السعودية او بتستثمر معاه، وبينص على موافقته في انشائك لهذا الحساب، ومجموعة من البيانات الشخصية طبعا والثبوتية وجنسيتك واسمك ورقم هاتفك وهكذا. طيب هل تختلف شروط فتح الحساب البنكي لغير المقيم من بنك لاخر؟ تختلف، في بعض البنوك بيحطوا شروط تانية ويختلف بعضها في الاوراق ايضا، ويعود اصل هذا الاختلاف الى التنويع في سياسات هذه البنوك والمسمى الذي قام البنك من اجله. يعني في بنك مهتم جدا بخدمات الافراد، في بنك مهتم بخدمات المستثمرين وهكذا، فكل بنك بيحط الشروط اللي تناسبه، انت بتختار اللي يناسبك انت من هذه البنوك. بعض البنوك لا تقدم انواع حسابات موجوده في بنوك اخرى، يعني تلاقي في بنك بيقدم انواع من الحسابات، حساب كذا وكذا وكذا، في بنوك بتقدم حسابات انواع اخرى من الحسابات، وبالتالي بتطلب شهادات وبعدها والبعض لا يطلب هذه الشهادات او هذه الاوراق. طب
ما هي بقى الرسوم المالية المترتبة على فتح حساب بنك لغير المقيمين؟ بعض البنوك بتقدم خدمة إنشاء حساب بنك لغير المقيمين في الأراضي السعودية بشكل مجاني، والآخر بيطلب بعض الرسوم، طبعا بتختلف من بنك لبنك. هذه الرسوم تابعة للعديد من المعطيات للشخص المقدم على إنشاء هذا الحساب، فنجد تحديد قيمة هذه الرسوم تكون وفقا للمبلغ الذي سيقوم منشئ الحساب بإيداعه للمرة الأولى. بعض البنوك تحدد قيمة هذه الرسوم بناء على عمل الشخص الراغب في الإنشاء. بمعنى في بعض البنوك بتقول لك لو أنت حاطط مثلا 100,000 هاخد رسوم كذا، لو أنت حاطط مليون هاخد رسوم كذا، لو أنت حاطط 2 مليون هاخد رسوم كذا. في بنوك تانية بتختلف بتقول لك لا، أنت هل أنت فرد عادي هاخد رسوم كذا، لو أنت مستثمر وتضع استثمارات ولك استثمارات هاخد فلوس كذا، لو أنت داخل للسياحة والترفيه هاخد رسوم كذا، وهكذا. طيب أشهر بنوك فتح الحسابات للأشخاص غير المقيمين في السعودية، طبعا السعودية فيها الكثير والكثير من البنوك، منها البنك السعودي الفرنسي، ومنها مصارف الربح السعودية، ومنها البنك العربي والوطني في المملكة العربية السعودية، ومنها المصرف الأهلي التجاري في السعودية، والبنك الهولندي السعودية، وغيرها وغيرها من البنوك الكتيرة جدا اللي أنت ممكن تدخل وتبحث عنها علشان تشوف إيه اللي يناسبك وإيه النظام البنكي اللي يناسبك وتبدأ تفتح معاه حساب. طيب كيف يمكنني اختيار افضل انواع الحسابات؟ تحدد البنك اللي تريد تتعامل معاه، وبتذهب لجارته او تستفسر عن انواع الحسابات الممكنه اللي هو بيقدمها والموظفين، وبتستفسر من بكل ده من خدمه العملاء بالتاكيد. بعد كده بتبدا اختيارك، بتبدا زي ما قلنا بترسلهم عن طريق الايميل او عن طريق المكالمه بالتليفون وتشوف شروطهم ايه، وتبدا تتفاهم معاهم مع خدمه العملاء، وبيقدم لك كل المعلومات اللازمه والكافيه علشان تفتح حسابك، وبالتوفيق طبعا للجميع. اتمنى ان اكون وصلت لك معلومه ولو بسيطه طبعا، ولكن ربما تكون مفيده وانت بتكمل. قول لنا رايك ايه في الفيديو، يا ريت تعمل لنا لايك شير، ودمتم بصحه وعافيه، والى ان نلقاكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.